السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور مع بعض حلقه جديده من برنامج ستوري اوف اناليسيس او حكايات في التحاليل الطبيه. هنكمل مع بعض الكورس اللي بدأناه بدون مقدمات طويله. يلا بينا ندخل في حلقه النهارده، معاكم كابتن اناليسيس. هنبدأ مع بعض كورس جديد. هنتكلم النهارده عن الثايرويد جلاند او الغده الدرقيه، اهميتها، موقعها، بتتكون من ايه، بتفرز ايه، لو حصل فيها ديفكت او مشكلة ايه اللي ممكن يحصل عندي. حلقة النهاردة هي الحلقة الاهم، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. الثايرويد جلاند، الغدة الدرقية، تعال اقول لك تكوينها الاناتومي والفسيولوجي. قال لك هي واحدة من اكبر الغدد الصماء في جسم الانسان، لونها بني محمر، شكلها شكل الفراشة بيتر فلاي، بتتكون من فصين جانبيين متصلين ببعض بنسيج رقيق اسمه اسموس. عندك الليفت لوب زي ما موجود في الصورة والرايت لوب، والنسيج اللي رابط ما بينهم اسمه اسموس. مكانها في الجزء العلوي من القصبة الهوائية وامام العنق. وزنها من 15 ل 25 جرام. الوحدة الوظيفية فيها تسمى الفوليكل. نكمل مع بعض. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن الثايرويد هرمون. هرمونات الغدة الدرقية هعمل لك سكيمة ليها بسيطة جدا، هقسمها لك لجزئين. جزء او نوع بيعتمد على الايودين اليود، وده بيتفرز من الفوليكل زي التي 3 تراي ايدوسيونين، وده بيتكون من 3 ذرات ايودين، وزي الار تي 3 الريفرس تي 3، وزي التي 4 التترا ايدوسيونين، وده بيتكون من 4 ذرات ايودين وبنسميه السيروكسين. عندي نوع تاني ما بيعتمدش ايه على اليود، بيتفرز من البارا فوليكولار، وزي هرمون الكاليسيتونين. هرمون الكاليسيتونين ده مهم جدا في تنظيم نسبة الكالسيوم مع الباراثايرويد. يبقى نقول تاني، عندي نوعين من الهرمونات، واحد بيعتمد على اليود واحد ما بيعتمدش على اليود. اللي بيعتمد على وجود اليود التي 3 والتي 4 والار تي 3، اما اللي ما بيعتمدش على وجود اليود الكاليسيتونين. أهمية الغدة الدرقية مهمة جدا في عملية الميتابوليزم، وكمان مهمة جدا في الجرس في عملية النمو، ومهمة جدا في تطور الأنسجة development of tissue. تمام، نكمل مع بعض. شوية ملاحظات مهمة جدا لازم تعرفها. بتحتاج الغدة لليود زي ما قلنا عشان تصنع الهرمونات بتاعتها. اليود ده بنحصل عليه من الأطعمة الغنية باليود. تمام، الغدة الدرقية عندي بتطلع لي 90% من إفرازها T4 و10% من إفرازها T3 زائد RT3. الجسم بيدخل ليه حوالي 500 مايكروجرام من اليود، و400 مايكروجرام من اليود ده بيتطرد عن طريق البول، أما 100 المتبقيين بيستخدموا في إنتاج الهرمونات. الهرمونات دي بعد ما بتقوم بوظيفتها الجسم هيتخلص منها، 80% منها هيتطرد عن طريق البول و20% منها عن طريق البراز او الاستول. بتتكون الغدة الدرقية من مجموعة من فلوكيولار سيل، بيتخللها مجموعة من البارا فلوكيولار سي سيل. الفلوكيولار سي سيل دي غنية بمادة رغوية تسمى الكولايت، والمادة دي مليئة بهرمون اسمه السيروجلوبين، عبارة عن بروتين من أحماض أمينية من النوع التيوزين. التيوزين ده بيتحد مع الأيودين ويديني هرمونات التي 3 والتي 4. يبقى ارتباط الأيودين مع التيوزين مهم لتكوين هرمونات التي 3 والتي 4. وبتحتاج إنزيم عشان التفاعل يتم بيسمى السيروبروكسيديز التي بي او. الصورة اللي قدامي موضحة لك اللي أنا شرحته. دي كانت حلقة أو مقدمة بسيطة في الغدة الدرقية من حيث تكوينها والمواد اللي بتنتجها. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن أنس سباي.